هيدا الأحد هو أحد الأرثوذكسية. نور وسارة كتير محمسين تيشاركوا بالقداس مثل كل أحد، بس بهيدا اليوم في مناسبة كتير حلوة، وهي ذكرى تكريم الأيقونات وانتصار الإيمان المستقيم. كل شخص بهيدا الأحد بيجي على القداس حامل أيقونة شفيعه حتى يشارك بالزياح يلي بيصير بنهاية القداس. كتير حلو يلي بيصير بهاليوم، كل الناس بتكون حاملة أيقونات وماشي ورا الكاهن يلي حامل الإنجيل، وبتكون الجوقة كمان ماشي وعم بترتب. نور شفيع القديس نيكولاوس، وسارة شفيعتها القديس بربارا. كانوا تعلموا بالكنيسة شو أهمية هيدا الأحد، وكيف الكنيسة بالقرنين الثامن والتاسع تعرضت لحرب عنيفة ضد الأيقونات دامت 120 سنة تقريبا، استشهد فيها كهنة ورهبان ومؤمنين، وانحرق فيها كتير من الأيقونات. الأيقونات والجداريات موجودين بالكنيسة من القرون الأولى للمسيحية. ليش؟ لأنه الله تجسد وصار إنسان مثلنا من دون ما يخسر شي من ألوهيته، مشان هيك صار في عنده أيقونة بتمثله. هو إلهنا الوحيد والوحيد يلي منعبده، وكمان لأنه القديسين تقدسوا بالروح القدس منكتب لهم أيقونة ومنكرمهم ومنطلب شفاعتهم. يسوع إجا على هالأرض تيأسس كنيسة وعائلة قديسين، وكلنا مدعوين تننضم لعائلته. تعوا بكير، ما تتأخروا، ناطرينكم.